السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتواجد الآن بطريق الموت، طريق الموت بمنطقة عين الربع. منطقة عين الربع اللي عرفت إصلاح الطريق هذه وما تمش الأشغال ديالها، بقت يعني مخلفات ديال الشركة كاين تشوفنا في الجوانب وكتسبب في حوادث سير عموميتها، تسببت في حوادث سير خطيرة. ما عرفناش علاش الشركة الفائزة بمشروع ما كملتش الأشغال ديالها، وهذا ما كيشكل واحد الخطر يعني حقيقي على الأطفال وعلى المواطنين ديال منطقة عين الربع. خليكم مع الصور ديال طريق الموت، هاد المنعرجات الخطيرة كما كتشوفوا وقعت هنا. شحال من حادثة تسير. نتواجد بمنطقة عين الربع، الربع التابعة لجماعة سيدي حيا زعير بعمالة صخيرة تمارة. يعني هذه المنطقة الفلاحية بامتياز اللي كتسيل لعاب يعني أغنياء وأعيان من أجل الاستثمار وبناء بنايات فاخرة. كنا طرقنا القضية ديال في لحظات ما وضعوية ديال البناء العشوائي بدون ترخيص يعني في ولاية سابقة. الآن كاين تحركات ديال يعني ضبط هاد القضية هذه. المنطقة ديال الربعة يعني منطقة فلاحية بامتياز، ولكن ما خدتش حقها بزاف ديال الحوايج. فمثلا قطاع النظافة اللي ما كتدبروش شركة أوزون، يعني قطاع النظافة اللي ما كتدبروش شركة أوزون، الأزبال كتبقى متراكمة يعني في الأراضي الفلاحية وأمام المنازل دون تحرك الجهات المسؤولة بجماعة سيدي حيا زعير. بالنسبة للمؤسسات ديال المؤسسة الابتدائية ديال عين الربع، الأكيد بأنها ما خدتش حقها حتى هي، بنايات قصديرية لا تليق يعني وما كتساعدش التلاميذ والأطفال من أجل النتاج الدراسي. نقطة أخرى اللي بغينا نطرقوا ليها هو أنه المعروف بأنه المنطقة ديال الربع فيها أعيان وفيها إقامات فاخرة، يعني علاش ما يتمش إصلاح هذا المسجد هذا ويعني ورد الاعتبار ليه؟ كتشوفوا الحالة الكارثية والناس اللي كيدبروا الشأن يعني المحلي، علاش ما ينتبهوش لهذا المسجد هذا، المسجد ديال عين الربع اللي عنده تاريخ، بالإضافة للمطالب إصلاح الإنارة. يعني كاين تعطل ديال المصابيح الكهربائية في هذه المنطقة، هذه المؤسسة ما معبداش الطريق. أيضا الموضوع الرئيسي اللي بغينا نطرقوا ليه هو طريق الموت، يعني طريق عين الربع، المشروع اللي فاز بالصفقة ديالو كان تحت إشراف جهة رباط سلا قنيطرة، وما تمش إصلاح هاد الطريق هذه بالشكل يعني اللي كان خصها تكون عليه، وكتسبب هاد الوضعية ديالها، هاد تشوفنا اللي ما مصلوحاش مزيان، وهاد الطريق اللي ما معبداش كتسبب في حوادث سير مميتة. والأكيد أنه هذه هي منطقة عين الربع بالنسبة لقطاع النظافة اللي ما كتدبروش شركة أوزون، كما كتشوفوا بأن الأزبال كتبقى واحد المدة يعني وكتزكم الأنوف. وقطاع النظافة يعني يمكن لنا نقولوا بأنه قطاع فاشل على مستوى الجماعة. يعني شوفوا الوضعية فيها بنايات وفيلات لشخصيات عمومية كان عليها أنها تقوم بإصلاح هذا المسجد هذا.